أسعد الله صباحكم أحبتي مشاهدي قناة الفلوجة. برنامج صباحهن اليوم من وسط العاصمة بغداد. من بغداد الحبيبة نتحدث مع المواطنين عن ماذا يحتاج المواطن العراقي وتحديدا في العاصمة بغداد. متواجدين اليوم في ساحة الطيران، ومن خلال هذه الأسواق اللي موجودة الشعبية أمامكم، هذه أسواق فيها الكثير من القصص. من هذه القصص نشوف حاجات الناس ومناشداتهم. ابقوا يانا. أسعد الله صباحكم من جديد أحبتي المشاهدين. نبدأ حوارنا ويا أهلنا وناسنا بصباح جديد في ساحة الطيران. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. قواك الله. أنا قواهم الله. قواهم الله شباب. الله يحفظك. خيمة إنه. يعزك يعزك. يا الله. لا أشوفك شايل هالصمون. والله هذا أكل وزعة تمن ومرق وصمون وشوربة. دول القاعدين دول البياعة قسم هلكانين بفلوس يعني؟ لا ببلاش. الله تعرف سوادي ما طول انا طيب لان عمري فوق الـ80. ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله والشكر رب العالمين. صحة ويستر على العراقيين جميعا. زين شلون فكرت بهاي الفكرة انه تشتغل؟ من زمان مو هسه. من زمان من زمان انا اوجع. شنو شو تسوي من زمان؟ هم هو اوجع شوربة اوزع اللي قاح حطي علاج المنشول اعطي علاج بلاش من اشوف اي قاح ومنشول انا اعطي من ذاتي اقول تعال عمو هاك اوقف يمه اعطيه حسب الله علاج شوي بشغله تخوف لا ما تخوف هذا اعشاب هاي اعشاب علاج ما تخوف الاعشاب نعناع اكو شغلات تمام تمام اعشاب انا عبالي قصدي دواء يعني لا لا دواء ما يصير صح بارك الله فيك شو وقت تطلع تفتر الهم الصبح الصبح التسعة اجيب قسم من البيت الاكل زين اوزع لهم اياه هنا وين اهلك حجينا؟ انا بالشعب بالشعب الله يبارك فيك بارك الجميع عليك وهذا اجر ان شاء الله طبعا اجر هاي بثوابي واني طيب ثوابك وين بعد من اموت من يطيح من يوجع مكاني بارك الله يا طيب يا ذهب هالحرب قاعد تفتر على الناس نعمه فضيله هذا اجر الحمد لله اجر عظيم هذا يعني هذا ثواب من تطي الواحد جوعان قاعد بالقاع وتطي اكل وخاشوقه وشوربه وبيضه كبيره عند ربك تهيت طبعا وتمني ومرك صح الحمد لله شوف تعدل عليك هسه عمو ابو منو؟ ها ابو منو عمو؟ انا ابو صفا ابو صفا قواك الله عمي الله يبارك فيك حجي حجي عبد حياك الله عمي عبد يا طيب يبارك فيك ان شاء الله يبارك للجميع ان شاء الله يسلمك يسلمك شكرا يستر عليكم جميعا ان شاء الله الله يحفظك حجي ستر وعافيه شكرا لك سلمك الله يا الله خلي الوزع عليه لا يبرد يلا وزع وزع هسه جاي السلام عليكم قناه الفلوجه سباقه باللقاءات الطيبه ومعاناه الشعب العراقي اريدها يا ريت تنتهي وكل الناس تحذو حذو ابو صفاء هذا الرجال الفقير المسكين اللي يعني ماخذ معاش يعني على التقاعد لذلك يا ريت يقولون اكو مثل عربي يقول البيت ما يغني عرب بس العرب تغني بيت فعلا. فاحنا نريد هاي الألفة الاجتماعية ونريد هاي الناس تشعر بمعاناة الفقير ابو التيك توك ابو البسطة نريد يعني الرحمة لهم من كافة الطوائف من كافة المسؤولين انه يشعرون بهاي الناس اللي عايش على الدخل يعني يشتغل اليوم يشتغل اليوم يحصل ما يشتغل ما يحصل هاي الشباب اللي وراهم زواج هاي اللي يعني يردون يعني يشوف حياته اريد اكون انه يساعدون من قبل الحكومه ومن قبل كل يبارك بك الله يسلمك سولف لي على الوضع الخدمي ببغداد رايك بالوضع الخدمي والله يعني هذه واقع يعني بالنسبه للسيار كثر يعني والخدمات مو قاصره احنا بس نريد الاكثر اي نريد الاكثر يعني من باب فتح شوارع منافذ اريد شغلات يعني اكثر السلام عليكم السلام عجينا سولف على وضع الفقراء اريد اسالك عن الفقراء شلون وضعهم والله وضع الفقير هو بعد هذا الفقير يعني حال جسمه يوم يحصل يوم ما يحصل يعني اغلب الاحياء ما يحصل اي والله الرعايه راس يعني شلون يعيش اللي ما يحصل شلون يعيش يعني ما شو يسوي عاد هو باقي على الله يعني لا مثلا لا رعايه اكو بيهم ما عندهم رعايه اصلا انا او جماعه سبعه ترى ما عندي وما عندي دخل محدود ما عندي كل شيء ما عندي
امره تعبانه. اكو ناس يعني لا راتب ولا كل شيء ماكو. يعني شبكه الرعايه شبكه الرعايه للشباب اكو تدخل هاي على هالمفصل الحيوي هذا اللي ال 300 ال 400 ال 200 ال 100 يفيدن الشباب، يقدر ياخذ قرض، يقدر ياخذ سلفه. واحنا نشكركم ونشكر قناة الفلوجة. يبارك فيك. الله يساعد اخوي. شلونك؟ الحمد لله. شلونك؟ حياك. شلونك؟ هلا بالطيب. امونا فلوجة هذه. مين؟ فلوجة. هي هاي قناة الفلوجة. والله دخلنا. قناتكم هون. والله قسم بالله باخذ يعني لا شغل، لا عمل، لا حكومة، لا موازنة. يعني قاعدين قاعدة، يعني وين نروح؟ وين نروح؟ ليش عندنا حكومة موجودة وفيها وزراء؟ الحالة إذا حمى حل بوسي، الرئيس حمى حل بوسي. متى حيا بغداد؟ واحنا قاعدين. كان ضايم ضايم. أتمنى. شو تريد؟ شو تتمنى يا بالله خلنا. أدي خبر اسمه محمد حلبوسي. تريد خبرة؟ أدي خبرة مقابلة. ما عندنا رقم. سجل. عادي ماهوش قال. إذا ما يسمعك سيد محمد حلبوسي خليه. عادي إذا ما فضلت تتعين. شو اسمك؟ سيف سعد شغلني. ها؟ سيف سعد. سيف سعد. من هاي الفلوجة سيف. إيه نعم. حياك الله. حبيبي. سيف مو حر عليك هاي السترة. عادي حبيبي. حارة والله انا احترتني يا اخوي. اه ترخص. وردة شو اسمك سيف مو قلت لي؟ اي سيف. شو تريد اذا قابلت السيد الحلبوسي شو تقول له؟ والله ابنك تعيين الحشيد بالاي شيء يعني. تعيين، انت يا مواليد؟ 2002. 2002 اي بعدك يلوحك تعيين ان شاء الله. بعدك. بالضبط. انت شنو شغلك هنا؟ والله ما اتم الا بعد احد لا امو. يعني هنا شو عرفوك الولد شنو؟ لا لا جاي من بعيد وراح البيت هو. اها اي والله وردة توصل بالسلامة حبيبي. والله شو سوي راح البيت والله ما دخل قسم بالله. الله يعينك. اي والله الله يعينكم. يلا حياك الله. شكرا لك. السلام عليكم. لا حجي كل شيء. شلون وضعكم؟ والله تعبان. ليش؟ تعبان ما يخلونا نشتغل. يعني انا بلد يعني تشتغل ما يخلونا. يعني شارجي ما نطب له ورصابي ما نطب له وشيخ عبد القادر ما نطب. وين نروح؟ وين نروح؟ يعني مو صعبين هواي؟ يعني هذا ابو سيارة احسن مني؟ لا ابو كوسر احسن مني. مو؟ بس ليش يفرقون؟ ليش يفرقون؟ هو ما قالهم من الستة للستة هذا عندكم، زين من النهار ليش يحاربونه؟ ليش؟ اي من النهار مو من حقهم يحاربون. مو؟ انت مسموح لك للستة. انا سعدي ستوت الله وكيلك شيخ عند الناس. زين انا قاعد اجار. عائلتي تريد. بناتي طلاب مال المدرسة. اكثر ناس يحاسبون بوقت قبل الستة، من يحاسب؟ هم اكثر شيء هذول المرور. مرور قبل الستة حاسب. قبل الستة حاسب. يعني بالخمسة البارحة لزموني بالخمسة المرور بالرصافي. يعني حتى بس خمسة ونص ماكو، ستة ماكو، وين نروح؟ المن نقول؟ المن ايش؟ اكو واحد اجى مسؤول شاب الوضعية، هاي أيام الجمعة لا تسولف فيها، أيام الجمعة مالت بغداد رشوا عليها ماي ترسال وصاخة، زلت بالنهار تغسيل لو بالليل. يعني شيء ما يشبه شيء. موضوع ما قبل الستة راح نتناقش ويا سيد دواء طارق المحترم مدير مرور العامر، عندنا لقاء قريبا وياه حيكون حلقة خاصة مع المرور. راح نقول له هذا الكلام. اكو ناس قبل الستة دي حاسبونا. دي حاسبونا قبل الستة. قبل الستة انا بالخمسة حاسبوني. زين بالستة ما صار. هاي بيا قاطع حاسبوني. هاي بالرصابي. بالرصابي وبالسلك. بالسلك. اكو قوة مشتركة حتى بالسلك تنزل. مشتركة. زين اكثر شيء هو المرور. بلانا بلوة. بلوة يعني بلوة. يعني يركض وراك بالدراجة. نعم. ادري بايك مسلم تركض علي بالدراجة ليش؟ انا بلدي انا عراقي انا بلدي اريد اشتغل. زين هسه اذا ابوك مثل ليش ابوك ليش ما تروح تشتغل؟ زين تشتغل ما يقبل يعني وين نروح؟ والله علينا احنا نوصل صوتك ونشوف الموضوع. حياك الله. شكرا لك. حلقات السلام عليكم عمي. قواك الله. الله يحفظك ويسلمك ان شاء الله. الله يحفظك. الله يعينك بالحرب. الحمد لله. تسلم. الحمد لله. وشكرا. الحمد لله وشكرا. احنا نطلب من الله من هاي الدوله ان شاء الله الجديدة إن شاء الله تصير. نعم. عندي البارحة البخير هاي شنو؟ أنا هسه عمري 60 سنة وأتبع عربانة، لا حقوق عندي، لا راتب عندي، لا رعاية عندي. أروح للرعاية يقول ما يشملك عمرك 60 اللي فوق 60 لو تطي فلوس يسووا لك. ما عندنا والله كلمة عايشين على الله على العربانة الحمد لله والشكر. أنت ما كنت موظف؟ ما كنت؟ لا والله لا موظف ولا عارف. أنا رجال حلاق بس انضربت جلطة صحيح ما أقدر امارس شغلتي. انا حلاق انا باب الشغل من ضرب الجلطه بعد ما اقدر امارس شغلتي. فالدكتور قال لي امشي حرك نفسك شوي هيك ضغط الجامد. فاشتغلت بالعربانه هاي صار لي 6 سنوات والسوق تعبان. هاي قاعدين اجار لا راتب. لا قلت لك لا عندنا راتب اجار ما نطلع لا قد حد قاع لا ما يريدون اخلي يطلعونه. بس شغلك شنو؟ ها؟
تبيع لو تحمل؟ لا ابيع. بيع؟ ايه. بناطير بس؟ بناطير. بناطير واحد بلف. مستعملة لو جديدة؟ مستعملة واحد بلف 500 هدية و500 لو بالمال. هاي اذا بعنانا ب 20 بنطرون بلف؟ بلف. يعني انت من البنطرون الى 500 دينار؟ 500 انا والبيع على السوق هذا تعبان وعلى التراب. بنطرون ب 500 دينار؟ يعني اذا البارحه انا 11000 دينار بايع، 5.5 صاحبي و5.5 لي، وبيتنا باليمين وقاعد اجار 500 و500 نبي. عندك سياره توك توك؟ شو يعني لا توك توك ولا سياره؟ ليش يوصلك من على اليمين؟ نفرات. نفرات؟ اي أيوة والله. الله يعينك. الحمد لله والشكر. والله يا ربي يرزقك حجينا من حيلك وهذا الدعاء. ان شاء الله الله يحفظكم ويحفظ العراق وان شاء الله. برضه يا سلام على العراق. يعزك الله. ان شاء الله ان شاء الله بجال حسين. نتمنى لك الموفقين. الله يحفظكم الله يحفظكم ان شاء الله. الله يحفظكم. يعزك. وخلي ان شاء الله هاي الدوله بكت الله قلت لك عنها على الفخر على الله على اليوم عايشين هنا ان شاء الله يا رب خير بكت بدقاح بشي كل شيء ما عندي لا قاع لا سنتيم واحد بالعراق 60 ما عندي سنتيم لا شو وقت عندي سنتيم بالعراق لا اقول ذاك يوم بالقناه العراقيه اذا ما يدونا خلي يطلعونا اقول يا مريضك انت مو عراقي ويلا شق الجنسيه مستعيد اشقها واذبها وانا مو عراقي ليه ما منطق حقوقك؟ ما عندي حقوق عندي ست جوال وانا مرتي ثمانية شاط وانا توجي الله يعينكم حياك الله عمي اسف والله اعذرني يا يابا اسف ما ادري شيء تعذرني كلش والله اسف الله كريم جدا عفو الله كريم الحمد لله وشكر لا حول ولا قوة الا بالله الحمد لله الحمد لله وشكر الحمد لله وشكر الف الحمد لله انا اسف اعتذر منك مرتبه شيك والله اسف جدا منك اعتذر هي حياتنا هي شيء والله لعنة الله على كل فاسد لعنة الله على كل واحد باقي العراق لعنة الله على كل واحد دل الناس شوي عينكم علينا شوي هم نقول هذا بخيل خطيه رعايه راتب بشي خطيه هذا مسكين هذا ماكو رحت على رعاية يقول ما يشم لك، اروح على اعطيني على عمل يقول لي عمرك كبير ما يصير اعطيني على 30 وجوا، يا معود 25 سنة رعاية ياخذون، 30 سنة ياخذون رعاية، هاي كلها تتاخذ. زين؟ واحنا ابو من عمر؟ ابو يوسف. ابو يوسف. انا هنا وين دائما تتواجد؟ انا هنا باب الشرطي ابتر، امن ابتر، وانا محلي هنا معروف منطقة البنارة، حلاقة ابو يوسف كنت حلاقة هنا نعم. يعرفوني هنا المخزن مالنا هنا واشتغل هنا ولد اسمه امير المياحي الله كريم الله يعينك عمي ان شاء الله ربي نشوف الله يحفظك قادمك افضل ان شاء الله ان شاء الله الله يحفظك ويحفظ العراق ان شاء الله ممنون جزيل الشكر الله يسعدك قواك الله شلون صارت الصحة شو اخبارك؟ وين وضعكم؟ والله الحمد لله شو وضع الناس؟ والله انا من البصرة حياك الله وحيا الله البصرة اي والله بس بعد تدري هل احكي لك على المرور؟ ايه والله المرور معذبني لا لا بالبصره هنا انا ها احنا نسوي تريلات تريلات اي والله تجي كل شيء ما مسوي كل شيء ما مسوي يجي يوقفك ياخذ خاوه تريلا يجي ياخذ خاوه يعني لا تقول احنا جايين من هناك جايبين حمل لهم المفروض يدارونا شلون ياخذ خاوه لازم عندك مخالفه والله لا مخالفه ولا هاي يجي يطبق قدامه قدام التريلا يوقف اوكي وقف نزل وقف. نزل المنتسب ماكو لا لا ينزل ولا هاي جيب فلوس لا لا هسه انا ما انطيك فلوس شو تسوي؟ يحجك شنو؟ ماكو عذر طلع لك اي عذر يعني لهالدرجه واصل؟ اي والله يعني يجي ابو السياره يجي من هذا يشوفك على ما يشوفك يعني انت سايق وهاي يشوفك على قد يعني على قد كلك فلوس ما يشوفك انت انت اكو قانون مو بكيفك ماكو والله انا اذا مخالف هسه قدام البارحه قدام عيني شو يسوي؟ قدام عيني شو يسوي؟ والله العظيم يطبق زين سولف سولف اقول لك يجي يطبق نادى عليه ابو تريلا انزل ابو الشرطه سهل يا انزل ابو تريلا سهل انزل ابو تريلا شنو على شنو نازل؟ قلت له شنو؟ اي اوكي انا مخالف انزل لك وحاضر اي يعني هذا قدامي واحد والله نزله قال له انا شنو مخالف؟ على شنو مخالف؟ قل لي مخالف قال له ايه اعطيني شو ايدك فارغه جاي ايدك فلوس هذا اللي جاي لبيتك انا؟ والله كارب يعني انا على على شويه بالمرور
هلا هلا بالسايق. هو يعني قضيه التريلات وايد يعان من السيطرات. اي والله حياك الله. مشكورين حبيبي. شكرا جزيلا شكرا جزيلا. خلينا نستمر في تجواننا ومستمرين في تجواننا في هذه البسطات المعروفه. هذه بسطات البابا وما الى ذلك. بسطات البابا هي دائما تكون اسعارها رخيصه جدا، لكن تلقى بها يعني انا ما داخلها بصراحه، لكن يقال لو تلقى بها حاجات حلوه وشغلات جيده. السلام عليكم اخوي، شلون الصحة؟ قواكم الله بهالحر هاي الله يعينكم. الحمد لله وشكرا. الحمد لله. احد يضايقكم هنا؟ والله البلديه شوي شاده وياله. شاده وياكم؟ اي بس البلديه. امانه شادات. سوقكم هذا شو وقت يفتح؟ شو وقت يعز؟ السوق مالنا يبدا بسبعة الصبح. ينتهي بثنتين بثلاثة. ثنتين بثلاثة؟ الحركة كلها تعز. خلاص بعد ماكو. بعد ما. تنشال هاي الشنابة. كلها تنشال. يجيك بلدي عزوني يقول لك انت اوف. هسه انت شغلك شفقات؟ الحمد لله. هاي تاخذ من الشورجة تسوي؟ من الشورجة. هذا الشغل عامل هنا. واي واي عامل هنا 15 دقيقة. من السبعة للثنتين؟ من السبعة للثنتين لثلاثة مرات حسب الشغل السوق. الله يعينك. الشغل الشارع متعب بالحر. تعب شو السوق؟ الشتاء شوية أفضل عليكم. الحمد لله. هو كله نفس التعب. بس شوية الشتاء أحسن يعني الجو زين ويانا. في أموالي حبيبي؟ هذا 2003. 2003. اللي تتمناه وتحلم به بالعراق شنو؟ والله كل شيء نتمنى، تعيين، دراسة، عمارة. يعني هسه خريج وقاعد بالبيت لكن قاعد اشتغل عمارة، كلمة تحسين المصدر. الحمد لله وشكرا. الحمد لله. ربي يرزقك يا حبيبي. الله يرضيك. ان شاء الله شوف طيب. شغل الله ويصير ابو مالك. ان شاء الله حبيبي. حياك. خلي نستمر بجوانا في هذا الموقع. يعني مثل ما شايفين مثل ما قلت موقع للفقراء، موقع للناس البسطاء. الشوارع اللي الشوارع اللي تشوفوها قدامكم هذه شوارع اغلبها شوارع ناس بسيطه، حاجاتهم بسيطه ورخيصه. خلينا نتجول الكاميرا، خلينا نتجول. استمرينا بتجوالنا في ساحه الطيران، سوق الباله تحديدا. في سوق الباله مثل ما تشاهدون اكو شيء مهم جدا، انه اغلب ما موجود او كل ما موجود هم الطبقه الفقيره. تمام. وهاي قدامكم بين ملابس، بين احذيه، بين اشياء ملابس نسائيه ورجاليه وغيرها. تشوف الناس هنا يعني كلها تنتشر على رزقها بهذه الساعه. وخلينا نستمر ونشوف داخل السوق. يعني هذا اللي قدامكم تشوفوا. السلام عليكم. سلام. قواك الله. شلونكم؟ شلونك؟ على الله. قاعد تشتغل ولا كملت؟ والله اشتغل جاي بعد نسوان. يعني يمك هاي البسطية؟ يلا كمل. الله يسعدك. شلونك؟ قواكم الله. قوا حيلك. الله يعينكم على الحر. الله يخليك. اليوم حارة هي. اليوم حارة. كلش حارة. حارة. خنق هنا. الناس صدق هنا شو خنق أكثر من الشارع. هنا شمسيات. تصير الهواء قليل. شنو الشغل؟ شنو الاشياء تبيعوها؟ والله ملابس اطفال، احذيه نسائيه. زين. مودات رجاليه، بناطيل. ال ال الناس هنا اغلبيتها من الطبقه الفقيره؟ لا، جميع الطبقات. يعني يجي غني يشتري؟ يجي. اي دكاتره، مهندسين، يعني مستوى عالي بالدوله. جيد، انا على بالي الباله بس الفقراء. لا لا. الجيد. الفقراء الفقيره ما يجون. التجارة. الطبقة الغنية تجاع البارة. يعني يدرون بها ماركة يعرفونها. والطبقة الفقيرة وينها؟ على التجارة الفطية. يعني عند السوق القريب علي. فهمت. يعني ما يجي يتعنى الباب الشرجي يتعنى الباب. السؤال، هاي البالات من مين تشتروها؟ نجيب من نجكوك من المخازن. مخازن. من الامارات. يعني هي خارجية. خارجية مو منها. مو بالة داخلية؟ لا مو داخلية، خارجية. خارجية فعلا يقول لك اكو بيها شغلات زينة مضبوطة يعني مضبوطة. اي اي والله يعني بيها شغلات حلوة. افضل من التجارة. افضل من التجارة. ماركات، وكالة يجين هنا. وكالة بيها؟ يعني اي بيجين وكالة. يعني برا بسعر عالي، يجون هنا يلقونها بالبالة بسعر مناسب. ايش قد البالة مالتك هسه؟ بألف. بألف؟ بألف. قطعة بألف؟ بألف.
ممكن تلقى لك قطعة ب 20 دولار 15 دولار. إيه. أبسط شيء يقول 5000 تلقاها ب 1000 جيد. إيه بطلون على برمودة. الأحذية. شوف هنا أنا أكو ناس يعني وصلت لمرحلة العراقيين إنه بعضهم ما عنده فلوس يشتري ملابس. وصلنا إلى المرحلة. واصلين. أها. وايد يجون خطية. يعني قل له أنا ما عندي آخذ هاي تيشيرت. قل له. شو تقول له؟ صعبة مو؟ صعبة علينا. صعبة على إنه على كل واحد يسمعها. يعني إيه صعبة علينا يعني يجيك تقول له لا. وصعبة هو عراقي. صعبة هو عراقي. هذا يعني أنت من تتقطع ظل أنت تفكر نفسك إذا معقول هيك شوف شيء. هذا هذا الاستغراب. من تشوفه تستغرب. يعني تقول ماكو هيك. بس نشوفه بالواقع. فقيرنا فقيرنا المفروض تاجر. إحنا. تاجر. وعيتنا كنت تختلف. الله يعين الناس ما اعرف ربي يرزقك حبيبي حبيبي قلبي لك يا رب شكرا وفير ان شاء الله شكرا جزيلا خلي نستمر الله يساعدك قواك الله شلون الصحه شلونك زين الشغل مالتكم بوقت ذروه الصبح ازدحامات وحاره الدنيا صحيح؟ اي صحيح هاي الناس تجي بالحر السوق مفتح بالحر يجون الحركه لو ماكو والله ممشي. مو هاجد يعني نجا الصيف شويه اقل السوق؟ اي اقل السوق احنا موسمنا موسمنا الشتاء اكثر شيء الشتاء الشتاء احنا هو موسمنا حتى ما نقعد زين هاي الاحد طبيعي ايش قد اسعارها بالباره؟ عندها هذا ب 10 وهذا ب 15 ما ملموس يعني اكو ملبوس واكو ما ملبوس اي ملموس تعازلهن الما ملبوس؟ هذا كيلو ربع اها تعازل نادر ما أغلبية الناس اللي يشتغلون هنا يعني كلهم ما عندهم عمل ثاني لو أكو يقول لك عندي أكثر من مكان يشتغل والله مو سوء مو شرط أكو عدة وأكو مو عدة إيه زين أتمنى لك الموافقية حبيبي الله يرضيك حبيبي الذهب شكرا جزيلا حياك الله يساعد أخوي شلونك؟ شلون البالة؟ والله زين زينة؟ الحمد لله الشغل ليش ساعة تنزلون البالة تفتحونها؟ فتح ساعة بالستة الصبح نعزل بالأربعة. زين. هذا صاحبكم مطرب لو كان سابقا مطرب؟ لا أول سيئة. صوت غلط النبرة مالته مال مطرب. لا لا مو مطرب. والله رجع صغير. اليوم الشغل بالشارع متعب. صح. متعب. تعبان. اكو ناس تجيكم تطلب شغل تقول لك أنا محتاج شغل. إي يدورون شغل. ثلاث شباب دور شغل. قال لك أشتغل. زين حاجاتكم بيش تبيعوها هاي البالة؟ مو كل من سعرها كل حاجة سعرها آه يعني مو بالة كاملة بسعر فلاني لا لا آه أكثر من سعر بي اي أكو أكثر من سعر أكو بألف أكو بألفين أكو 500 أكو 10 أكو 25 تختلف اليوم شنو آمال الشباب وطموحهم وأحلامهم شنو؟ يقول لك أي شغل أنا أهم شيء أشتغل عايش عائلتي حلمه شغل ها؟ حلمه شغل؟ ايه يقول انا بس اي شغل. اكو احد يضايقكم هنا؟ البلديه. بلديه. ايه. شو يردون من عندكم؟ البلديه قال لك يا ابا اتفتح. هنا عندنا الاهل العرباء يفتحون برا. الشارع قال اتفتح على الشارع. زين هذا وين يطوجها؟ اذا انت عزلته وين يطوجها هو؟ تمام وفلا مثلا حتى منازل عمل منازل هواية ها؟ حتى منازل هواية ايه يعني بس العربان على قد العربان هو يفتح لك بالشارع قال كان ما عنده مكان وين يروح؟ الا بالشارع وين انطوج؟ الله يعين الناس حياك الله أيوة. ربي يرزقك حبيبي والله يرزقك شكرا جزيلا لك يلا خلي السلام عليكم وعليكم السلام قواك الله شلون الصحة؟ عندك بسطة لو قاعد تشتري؟ لا اشتري لو تشتري لقيت شيء حلو؟ والله هو كل الاشياء حلوه هنا على باب الشارع تلقى عندنا الرخيص من الغالي بالبدايه سوينا زين استوي بعدك ما مقلب اي بعد ترى عندنا خلق البال طبعا شلون لا يعني واحد ما عنده خلق اي انت اذا مو خلينا نقول بغاك نتبحوش على شغلك زين راح تلقى الافضل زين فلذلك انه تعرف احنا جماعتنا اللي يجون الصبح يوم الجمعه زين يقعدون يبحوشون بالشغله يقعدون يستكشفون زين ولذلك انه مرات نطلع
ونلقى قطع نادرة هاي باب الشارع زين. انت من اي منطقة؟ من زعفراني. زعفراني، زعفراني ما بيها اسواق بالا وغيره؟ لا ليش بيها؟ بيها بالا؟ اي احنا عندنا سوق الهواء. سوق الهواء بيها بالات؟ شلون لعب؟ بالات وبيهم يعني اماكن كلش حلوة زين. وعندنا مو ليش سموه سوق الهواء تعرف؟ والله صراحة ما اعرف زين ما بس يعني حسب اللي يقولون انه كان قبل يعني والله ما اعرف صراحة. انا يعني مصور هواي بسوق الهواء كم من حلقة بس مسألة ما جاء على بالي اسأل تسميته من نروح برا ثاني وانا هم لازم اسأل تدري؟ اي لانه اسمه مميز مميز الهوى. جدا اي بس شكو هواء هناك شكو بالهواء قبل يبيعون هواء يعني ما تعرف. اذا شوف عاطلين عن العمل هواي ولا كلش هواي كلش هواية إلى حد زين. اليوم الخريج من يتخرج ما يفكر بتعيين، يفكر بشركة أهلية حتى يروح عليها قدر السيلي مالتها، يفكر إنه شلون يقدر يطور من نفسه، يفكر إنه شلون يروح يشتغل عمالة زين. طبعا هو همين مو ذنبه زين، ذنب الحكومة وخنقول 90% على الحكومة. اليوم هم الحكومة هم ما تقدر تسوي شغلة لأن عدد السكان زاد. الحكومة تقدر تسوي شغلة تقوي القطاع الخاص. القطاع الخاص موجود زين تقوي تقوي نعم تقوي وتسوي قانون العمل يضمن رواتب العاملين. نعم هي هاي ممكن هاي ممكن بطل. احنا اذا قلنا نقول فد مقارنة بسيطة عن قبل وعن هسه زين دائما اسمع انه يقول قبل انه تتخرج قبل تتعين وكذا وهالمعاني شاطر انا ما متعين زين ما ادور عن شغله حتى سابقا قبل 2003 ماكو قبل قبل كان ممكن المجموعه الطبيه اي عدد الناس مات العراق قبل عذرا عن لان جو حار زين اي فقبل عدد الناس مات العراق قليله اقل طبعا احنا اليوم هسه جاي نعيش تقريبا 42 مليون نسمه صح يعني كل منطقه تلقى لك 70 خريج ما متعين زين وكلهم يطالبون بالتعيين زين هذا الملاك الدولة يقدر يتحمل هاي المجموعة لا يقدر يتحمل ولذلك انه نصيحتي للشباب اللي بعمري واللي اصغر واللي اكبر خلي من يتخرج يفكر بشغله يفكر بمهنة ياسس له شيء او في سالفة التعيين التعيين بعد ما تفيده صح طور من نفسك وطور على قطاع خاص انا اشكرك يا حبيبي شكرا لك من هذا السوق اللي بيه قصص وحالات وبيه سوالف كثيرة نخرج في فاصل سريع ونرجع لكم طيب. أسعد الله صباحكم من جديد أحبتي المشاهدين ما زلنا في ساحة الطيران وحديث المواطن واضح جدا عن حاجة الشباب بالأخص إلى العمل نكمل حوارنا ونشوف بقية الحوار عن شنو الاشياء المهمه اللي يحتاجها المواطن العراقي؟ السلام عليكم حجي. عليكم السلام. قواك الله. الله يسلمك. الله يحفظك. كل الهلا. شنو الاشياء المهمه اللي يحتاجها المواطن العراقي؟ اهم شيء العمل. نعم. زين. والسكن. عمل وسكن. عمل وسكن. ايه. غير هذا اكو شيء؟ يعني مو في حسب السؤال انا. هسه لو اقدر اعدد لك منها للصبح. حسب السؤال مثل ايش يعني؟ يعني الاساسيات عمل سكن هاي يعني برايي ايه. زين ايه. سؤالي في حجي وضع الناس الفقراء شلون شلون وضعهم؟ والله يعني الله يساعدهم ايه. بس المطلوب من الدوله ان تعينهم حتى الله سبحانه وتعالى هم يساعدهم هذا الله يعين الناس والله ان شاء الله يقوي الامور ايه شكرا لك حجي الله يسلمك يا رب كل الهلا هلا بك عيني تعال تعال منون السلام عليكم السلام على الصحه الله يسلمك وضع الناس عن البسطاء شلون عايشين وضع الناس لهم اول نعم بالله قلنا ان الله يعني كل هذا العاني من الشغل من الراتب من كل المشاكل حتى الحاله الاجتماعيه اللي هو داخل بيته المرأة تشتكي الرجال تشتكي الابن تشتكي كله من وراء الوضع يا يعني شباب عطاره بطاله لا شغل ولا عمل شنو تاثيرات الفقر؟ والله الفقر يؤذي كل البشر خاصة اللي هي الطبقة الحاملة يدمر المجتمع الفقر طبعا يدمر يسوي مشاكل؟
شلون الواحد يسوي؟ هو ثلاث ارباع المشاكل مال الناس هي من وراء الفقر. يعني هاي الشباب يتزوج منه ورا شهرين يطلق، يعني لا شغل ولا عمل، شهاده دبلوم دراسات عليا هم قاعد على الطالب والطالب. من اللي يسوي لهم صوره حال؟ الحكومه لو رب العالمين لو المجتمع. لا الحكومه ونعم بالله هو المجتمع. الحكومه والمجتمع مو اذا هي الحكومه ما تدير لك بال وما مهتمه بيك، تريد منك وتاخذ منك بس ما تعطيك. صح. هذا ابو الشهاده الفقير القاعد عماله وين يروح؟ بيا مكان يعني. الحال انا اريد حل. والله الحال ماكو غير الله، الله اللي جابهم والله اللي ياخذهم. ماكو عندنا غير. كنا نعاني من وقت احمد حسن بكر وراء صدام حسين وراء هاي الحكومه. زين الحكومه بس مهتمه بالرصيف والحشيش؟ ما مهتمه بهاي الشباب؟ ذول الكبار السن اللي قاعدين اللي نصهم مرضى، لا مستشفى بيها خير، لا راتب بيها خير، لا عمل، كل شيء ماكو. كل شيء ماكو، واكثر الابهات ينشمروا بالشوارع. اللي ما عنده راتب، اللي مرتاح عصبيه، ينشمروا بالشوارع. لا الحكومه تعطي حق الاب، ولا الحكومه تعطي حق البشر. الحكومه بس تعطي حق النفس وللاحزاب. الاحزاب لهم حق. المسؤولين لهم حق، لكن الشباب اللي خلصوا دراسات ما لهم اي حق. زين الحل وين؟ بيا مكان نلقى. الله يعين الناس. الله يعين الكل. ممنون يا ابو. ما عندنا غير هو. جزيل الشكر. اشكرك علي. الله يسعدك. شلون وضع الناس حجينا؟ والله وضع الناس يعني حتى ايش اشرح لك اياه؟ ايش اشرح لك اياه؟ انت تعرف زين عايش الناس؟ ها؟ شلون عايش الناس؟ هذا تعبان ذاك مريض ذاك يعني صايره بالعالم. الرعايه ياخذ 150 اللي يطيح بمولده للايجار للخبز الصمون شاكل هذا يعني اكو بس هذا بالعالم شو مسوي لهم يعني احنا شو نسوي رعايه 150 وين وديه؟ مولده للاكل زين اليوم الاحمر عيد اخوه احنا معتمدين على الحكومه مو معتمدين على احد احنا زين على الحكومه وعلى الله يلا شكرا جزيلا عيال الله يعين الناس وعلى هذا الوضع. خلينا نستمر التجوان في الجانب احنا مستمرين التجوان في الباب الشرقي عفوا في ساحه الطيران. شويه الصوت صوت تمام بدي اوصل لك؟ يلا خلي نشوف اخونا هنا خلي نجيك هنا. الله يساعدك قواك الله حبيبي ورده شلون الصحه؟ ليش لو قحها؟ الحمد لله. شلون وضعك؟ الحمد لله. هذا اسكنجبيل مو؟ ايه اسكنجبيل ونبسط تمرين. نوم باصة تمر عندي سكن جبيل بس مية مجال هذا ينصر نصيحة من يمك نصيب الله نصيحة نصيحة من يمك بس ساعة تكون هناك يا ساعة نص ساعة بالستة ونص نطلع من البيت بغداد جديدة بيتنا بالساعة تقريبا بالسبعة ونص هيك نفتح هذا شغل ايدك لو لا شغل ايدي طبعا بالبيت اسوي واجيبه بالبيت بالدبادي هاي مال المي دباد مال مي مي مقطر بيش بي حاضر القلاص القلاص الكبير بلد اسكن جبل معروف بالعراق كله بلد اي القلاصات الصغار على ربع ويا المواطن والشكر غالي كل شيء غالي كل شيء شوف عين 2000 اسكن جبيل بنوعيه واحده تسوي له اكثر من طعم لا نوعيه واحده تجينا ما تجينا اكثر من طعم نوعيه واحده بالنعناع بالنعناع سولف انت هنا قديم ولا جديد؟ قديم قديم من 2010 يعني وقت التفجيرات الارهابيه وقت التفجيرات مره صار هنا مره بالمطاعم جوا الله يبعدنا عنها الله يبعدنا عن الانفجارات الله يعين الناس، انا اذا اريد اسالك انت بما انه قديم، شوف حالات فقر هنا قويه، ناس قوية طبعا وين ما تروح حالات فقر، وين ما تروح؟ اي بس هذا المكان يجون الفقراء يجون طبعا صحيح؟ طبعا يقول لك اكو حاجه رخيصه بيها هناك صحيح بالات حاجات رخيصه اهل البالات يبيعون رخيص، عندك هاي اللعابات وهاي شغلات كلها رخيصه يجون على باب الشرجي على موت رخص، مو على موت غلا حياك الله شكرا جزيلا لك رب رزقك رحم الله والديك شو يشربون؟ سلم ما شرب ما تمشي جزاك الله ممنون شكرا جزيلا خلينا نستمر شوفوا من ضمن البالات حتى لعب اطفال بالات اكو يعني كل شيء موجود في الباله يعني حتى لعب الاطفال
موجوده في الباله، ما تختصر الباله على ملابس فقط. خلي نستمر تجواننا في ساحه الطيران، وساحه الطيران تشينا عن وضعهم، و تحياتنا لقواتنا الأمنية، تحياتنا لأفواج الطوارئ والشرطة عموما. الشباب جو سمعوا بينا، ضربنا جو، السلام عليكم. يلا خلينا نستمر، خلينا نستمر. سمعوا بينا يعني ضربنا بهالشيء وجوي. هذه الحالات في التصوير تصير ويانا يعني دائما، تمام؟ تصير دائما ويانا يعني عادي، يعني اكو مهنه يسموها مهنه المتاعب، هي هذا اللي قاعد نشتغله حاليا، فعاديه القضيه تصير ويانا يعني. الشارع تشوف كل شيء، يمر علينا كل شيء. مثل ما الله يساعدك، بيش القطعه؟ والله بيع القطعه ب 2000. ب 2000؟ اي والله. كلها على 2000 لو اكو حاجه وحاجه؟ اكو عندنا هاي ب 5 وهذا على النسبه. المعلق مو ب 2000. اي المعلق ب 5. المعلق ب 5. اي والله. نسبه الناس تشتري زين، عددهم لو قليل. لا والله السوق تعبان كلش. تعبان؟ اي والله. شنو سبب السوق التعبان؟ دولار صاعد اثر علينا، فالباله كانت تجيبها ب 100 هسه ب 300 ما تحصل. اها. اي والله. فيعني جوز الحاجه مو 1000 كنت تبيعها هسه بيعها ب 2000. اي والله. ماكو سوق تعبان. انت زايدت همين السعر؟ اي. زين صادفك ناس يقول لك 2000 ما عندي؟ ايه اجيني قل اخذ بلاش، اقول لعمي تاخذ بلاش يبطلوني. شو السبب؟ تعامل هنا انا؟ اي والله عامل. يلا الله يرزقك حبيبي. الله يوديك. خير جزيل. الله يساعد اخوي، قواك الله. يا هاي بسطيتك. والله بسطيت بلف دينار. بلف. بلف. كبار صغار. للفقير، للصغير، للكبير، للسمي، للضعيف، بلف. بلف دينار. اغلب الناس اللي يجيكم بغداد لو محافظات؟ يعني محافظات بغداد يجون، بس هسه حاليا حتى لو بغداد محافظات يجي عاملك، حتى لو بلفي عاملك انا ما عندي. بلفي عامل؟ بلفي عامل ما عندي. كذا يا باخذ وروح. شو اسوي هنا؟ زين. هو يسمونه سوق الفقير. سوق الفقير. وكل هاي هنا عمال. لا جماعه كلها عمال. كلها عمال هذا السوق كله من الاخير للاخير. الله يعين الناس. الوضع بهالحار بهالوضع الشارع متعب عليكم. شو تسوي؟ شباب انتم. شو تسوي؟ احنا عمال شو تسوي؟ احنا ناس نريد نعيش. هاي نقعد من هنا نكتب الجوع. هاي اقول لك 30 اللي بتروح كراوي تجي من هنا 10000 طارت. تشتري لك منها مسواق ب 10000 يا ريت مالك 10000 تجي تبيع ثاني يوم بيتنا بالتاجر بعيد. الله يحفظك. والله العظيم. حياك الله، حياك الله. الف رحمة الوالدين. زين، قول عمي السلام عليكم. السلام اخوي. قواك الله. ليش تقلدني عمي؟ انت تدري بيان هنا اسولف. شلونك عمري؟ شلون الصحة؟ شلونك؟ حياك الله. برنامجكم عدنا ان شاء الله. صباحي هذا داير وعن جوال ميداني بين الناس. اليوم اختارينا هذا السوق. على معيشة المواطن. يعني نسأل على وضع الناس الفقراء شلون؟ تعبان. تعبان. سبعين قاعد يشوف هاي الشباب، انا مو مره ومرتين حاشيه بالاذاعات 100 مره، بس ماكو شيء، ما قاعد يصير شيء. هاي شغل الشباب كلها شباب بدون زواج، حصل له 15000 20000 يوميته، كروته وغدا 3000 4000، يوصل له ل 10 الى مصرف نارقيله. تعرف هاي الشباب هسه نارقيله؟ نعم. 10 يطلع 10، شو يجيب ال 10؟ دجاجه ب 7000، طماطه بلف، خيار بلف. انت صار ب 12 بشره. رحم الله والدي. زين. نعم. الزيت البارحه باربعه الا ربع بطل الزيت، البارحه انا وقمت على بسواق باربعه الا ربع طاش، اشتريت مريه خطيه باربعه. هاي الايام باربعه الا ربع؟ اي والله العظيم البارحه. يعني حليناها. والله العظيم البارحه بطل الزيت مريه اشتريته من الاسواق، انا بالبلديات قاعد بشارع 30 4000 الا ربع اخذت بطل الزيت. زين بطل الزيت ب 4000 والبرميل مال النفط صار ب 110 والموازنة على 45 دولار، زين هاي الفرق مال ال 45 دولار لل 110 دولارات وين راحت يا؟ الناس طالب بالفرق ده، اسمع هواي ناس. زين زين هاي ب 60 دولار وين ودتها الحكومة؟ والحكومة هسه الصراع بيناتها واللي يقول لك راح تشكل حكومة، قل له احكي على الطنطل، عندنا مثل يقول احكي على الطنطل. لا هاي الفئة تشكل حكومة ولا هاي الفئة تشكل؟ ما تشكل حكومة، صراعات على الكيكة بعد اخوك. الكيكه مو قالتها؟ قالت حنان الفتلاوي، قالت الكيكه تقاسمنا بيها، هسه رجعت الكيكه الجديده بعد ما متقاسمين. اي الكيكه تقاسم، هسه معارك على الوزارات، هذا ما دخل الحكومه، الوزارات راح تنشال من يمه. وهنا الجماعه ما يطون الوزارات، وبس الله يستر، منو طايح بيها؟ طايح بيها انا الفقير، لحد الان شبر ما عندي،
بالعراق، شبر واحد ما عندي اجاه زين. وهاي اجي من الصبح ارجع الساعه بالاربع عود احصلها بسيط، احصل 15 20 الف وارجع وعدي خمسه زين وصغار مو ما صرت مناضل حجي وقلت لك وراها شو تصير؟ شو تصير؟ شو تصير؟ بيت بالجادريه تاخذ اذا اللي بقنع من عسكريه لعسكريه الله يعينك زين والله عم يكفي لك الله اعرف عالم سواق كانوا وياي هسه حمايات وحق هذا الله حمايات قاعد تمشي براهم وقواني قواني مال دفاتر شلون صاروا ما ادري هم وياي انا من اهل المدينه بقطع اربعه وكانوا سواق مال جنسي وياي هسه حمايات يمشوا براهم حمايات وراهم حمايات براهم ما حق هذا الفوق هو كان ما يملك لشي كل شيء ماكو كان سايق مال جنسي سايق يروح سوريا والعمان جيد زين وعلى تعدي دراجه يوم يوم اقلب تعوقت من ورا هالعيشه الله يعينك زين يبارك بيك ناشد الحكومه يا استاذ المالكي انت طالع طالع انت من اعطيت 100,000 للعالم قل لي يا حصل الكاظم الكاظم المالكي الكاظم من اعطيت 100,000 من اعطيت 100,000 شو ولا واحد اجى قال اعطوني 100,000 لا رعايه مستلمه لا المتقاعد مستلم احنا الحمد لله وشكر هاي شو لا هاي بالسوق كله لا عنده رعايه ولا هاي عايش على السوق زين انت يا ابو الرعايه العده واسطه تمشي معاملته والما عده واسطه قال له روح ابويا موازنه ماكو زين انت ترددني موازنه ماكو زين جاب لك واسطه شلون الموازنه مالته يروح يستلم ودخنا بهالبلد قدمت على الرعايه؟ قدمت اذا اقول لك ما تصدق من 2011 لحد الان عندي الاستماره وماكو راتب ما شاء الله ليش؟ ما عندي فلوس اعطيهم طيب عندي هسه اطلع لك من 2011 هسه يعني الاستماره 11 سنه صار لك اي والله العظيم وال 2018 استلموا و 2019 اعطي الفايل وراحت وين اكو معامله وين اكو معامله بالعالم 11 سنه هاي يمكن اطلع اثبات حتى للمالك للكاظمي بس تكون الورقه جايه شنو شطاك الطاقه يعطوني هيك ورقه ورقه وبيها من 2011 1/4 زين ولحد الان دبيت فايل على سياره وماكو دبيت فايل على 10 ملايين وماكو دبيت فايل هاي اللي جامعه البكر الوزاره الرئيسيه اي روح يطلع اسمك يا بهس العالم كلها طلعت لها لجن للبيوت ودوروا وفتشوا عده الثلاجه انا كل شيء ماكو خلي يجون وماكو اصلا حتى لجنه ما طلعت علي ليش الفايل مال اكو واحد مستلم بشي واحد قالوا لي طالع اسمك ومحولين الواحد بايعينه وشغلتك منتهيه لان هاي موجوده بالوزارات انا ما اريد اتعبك سيدي شكرا عمري 50 سنه الله يعينك يطول بعمرك شكرا جزيلا حبيبي تشرفنا بكم بس انتم متواصلون شوي والله احنا اللي علينا والله بس انتم هاي الاذاعه توصل نتوصل صوتنا احنا الفقراء حياك الله شكرا عزيز سيدي. اهلا وسهلا جزيل الشكر جزيل الشكر خلي الله يساعدك حبيبي يا حبيبي هلا تشتغل هنا ولا قاعد تفتر؟ لا قاعد افتر تشتري اشتريت بعدك؟ اشتريتي نص ونص نص ونص ايه طالب؟ لا ليش عجب؟ ايش عجب؟ خوش سوق والله اقول لك طالب انت تدرس؟ اي 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 تدرس اي جيد عندكم امتحانات قريبا مو مفترض؟ اي ايام عندكم يوم 29 يوم 29 اي بعد يعني عندك مجال تراجع اي مو؟ الدراسه شلون اكو دراسه زينه؟ اكو دراسه زينه المدرسين يتعبون عليكم ويدرسون اي اي بس اكو بيهم لا اكو لا؟ بيهم مو الكل لعب طوبة ها؟ تلعب طوبة؟ اي لعب طوبة هذه لعب طوبة ايه؟ وين؟ العب فرق شعبية وين يا بيا منطقة؟ بالمهدية الثانية بالدورة بالدورة بالمهدية الثانية اكو اكو اعتناء بيكم اهتمام بيكم من الدولة؟ رياضيين الفرق الشعبية؟ لا انا مواهب نصنا المفروض كنا نصعد يعني اندية وماكو ما حد جاء سوى لكم اختبارات لا 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 ابد حياك شكرا لك حبيبي ممنون يلا خلينا نستمر ايش قد بقى من الوقت؟ تمام هذا ما يسمح بوقت البرنامج من سحب الطيران من سوق الباره كانت هذه حلقه ريال اليوم نلتقيكم على الخير دوما في امان الله